اسمي مايا معلوف كنعان، انا ارتيزان شوكولاتيه. بيكينج وتشوكليت ميكينج هن باشن من انا وصغيره، مع انه هيدا ما كان شغلي. انا عملت ام بي اي ماركتينج، تركت كل شيء، رحت على فرنسا عملت كورسز بالبيكينج، وهيك خلق ام دو نوار بال 2010. لهالحملة من مولينكس قررت اعمل تشوكليت مافنز، اول شيء لانه الاولاد بحبوا كل شيء في تشوكليت، والاولاد كثير بحبوا المافنز، واخترت ميتم حضانة الطفل بزحله لانه انا من زحله، وستي ماري معلوف هي من مؤسسين هالميتم، عندي كثير ذكريات فيه لانه انا وصغيره كنت دائما زورها كل سنه، وكنت بحب روح العب مع هالولاد وقد ما في اعطيهم شويه فرح. اليوم رح نحضر شوكليت مافنز، يعني كيكس على شوكولا. اول شيء بدنا نحط سكر مع البيض. رح نزيد الطحين، الكاكاو، البيكنج باودر، نخلطهم شوي قبل ما نزيد الحليب. مين عباله يجرب؟ بدنا نحضر الشوكولا اللي عم نعمله، هو بسموه تامبرينج، يعني نحن عم نسقع الشوكولا لبعدين وقت بدكم تستعملوه لتزينوا الكيكس تبعيتكم يجمد ما يضل مي، وبنعمل له هيك، بنرجع بنجمع الشوكولا على بعضه وبنرجع بنمده. التجربة اليوم كانت كتير حلوة مع أولاد حضانة الطفل، حسيتهم إنه هن مبسوطين، بس أنا كنت مبسوطة أكتر، وكل ما أشوف بسمة على وجه ولد كتير بنبسط وبكون ممنون. بتمنى إنه العالم كلها تصوت لجمعية حضانة الطفل لتقدر تربح المساعدة اللي مقدمتها مولينكس. بهالتصويت الصغير بتكونوا عم بتساعدوا كتير أولاد تيقدروا يتعلموا ويوصلوا للمستقبل كتير حلو. هي مجرد بس كبسة مش أكتر.